بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزائم ومواساه إلى منصور علي يسلم الحجري بوفاة أخيه عبد السلام الحجري جاء فيها. الأخ منصور علي يسلم الحجري وإخوانه وكافة آل الحجري بمحافظة شبوه الكرام، ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة أخيكم الأستاذ عبد السلام الحجري وبهذا المصاب الجلل، فإني باسمي شخصيا وباسم الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام نعبر لكم عن خالص العزاء والمواساة بوفاة المغفور له بإذن الله الأستاذ عبد السلام، سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. يواصل طيران العدوان السعودي غارات